أغلب المسلمين الليلة. تقول لي لا إله إلا الله معناه شنو؟ ما أعرف. ولا واحد قال لك لا إله إلا الله زي جماعة التبليغ وغيرها من الطوائف، لا خالق إلا الله. ولو كان معناه لا خالق إلا الله كان كفار قريش قالوها، لأن عارفين إنه ما في خالق إلا الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. اللي بيخلق منه الله سبحانه وتعالى. يبقى ده ما معنى لا إله إلا الله، ده ما المعنى الكامل للا إله إلا الله. ولا معنى لا حاكمية إلا الله كما يقول سيد قطب وجماعة جماعة الإخوان المسلمين من السرورية وغيره، لأنه الحكم ده جزء من الربوبية كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني في معبودات كثيرة لكن كلها عبدت بالباطل، والمعبود بحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق كما في سورة الحج، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الشيخ محمد أمان الجامي قال كفار قريش أبوا أن يقولوا هذه الكلمة لأنهم فهموها وفسروها، وذكر الله ذلك في القرآن. إنهم كانوا مجندا جاهلية وأميين وما بعرفوا يكتبوا أسماءهم، بعد ناس فصحى وبعرفوا اللغة العربية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. التكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: بطر الحق وغمط الناس. ترد الحق وتحقر الناس، وده عمله كفار قريش. ردوا الحق التوحيد رفضوه، وحقروا الصحابة وحقروا النبي صلى الله عليه وسلم. لولا نزل هذا القرآن، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الطائف ومكة، ما فيها ناس سياد وناس عظمة، ما كان القرآن يجي لهم، يجي لزول يتيم، نحن ما دارين دين بيجيب لزول يتيم، ما دارين. حقروا الناس وردوا الحق. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون، معناه فيهم لا إله إلا الله، شوف فسروها كيف، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. معناه فيهم لا إله إلا الله دي ما كلمة زي يتركوا الآلهة بتاعتهم. وأستتعجوا الطرق والجماعات والأحزاب، تلقى التجانية شغالين العصر تل 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 وجوطة وخاتين فرشة قدامهم بيضة وشغالين لا إله إلا الله لا إله إلا الله. العصر المغرب الزن واحد كب بيقوم كب يتجاني الحقنا، والبتقول في العصر دي معناه شنو؟ لا إله إلا الله معناه شنو؟ كل الطرق والجماعات الصوفية الآن لو قلت لهم لا إله إلا الله عندكم فيها مشكلة، يقول لك يا أخي ما سمعت المؤذن بتاعنا قال هذاك المؤذن الصبح قال لا إله إلا الله، والظهر والعصر المغرب والعشاء وكله بيقول لا إله إلا الله. طيب أنا داير أشرح لا إله إلا الله، يقول لك لا لا ما دايرنا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الغالبية في الأمة دي عقيدة في الفقراء والقبور والشيوخ والأتربة والحجبات والتعلق بالبشر وعدم الخوف من رب العالمين إنه يلاقوه بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وده اللي بيجيب لك الشر ويجيب لك أي مصيبة وكبوة. ولذلك الغثائية دي سببها إن أهل الإسلام كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما تكلم عن أحكام الحج
ولما تكلم في رسالة نصيحة فرغوها، رسالة اسمها التصفية والتربية، قال مصيبة المسلمين اليوم أنهم الأكثرية لم يفهموا الإسلام. قال لي يا أخ يا جماعة، دكتور في جامعة أم درمان اسمه صلاح الدين بدوي الخنجر، ده دكتور، وما دكتور بيدرس جغرافيا ولا أحياء ولا تاريخ ولا كيمياء ولا فيزياء ولا حاسوب ولا هندسية، بيدرس تفسير. يعني ده داري يدرس يفسر كلام منه كلام الله سبحانه وتعالى. دكتور صلاح الدين بدوي الخنجر بيقول عندنا في السودان الشيوخ بينزلوا المطر، والمطر بحسب الطلب، الشيوخ بينزلوا المطر والمطر بحسب الطلب، ده كلام دول فاهم الإسلام؟ أذى الكفار الليلة قول لهم المطر بينزل غير الله منه يا أنت مسطول ولا شنو؟ أنا كفار لكن ما للدرجة دي. وده بيقول مسلم ودكتور في المسلمين بيقول غير الله بينزل المطر، كمان بيتحدى في المسلمين. قال يقول لك ما تسأل الله، قال أها بتسأل الله وما بنزل لك مطر، تمشي للشيوخ بيدوك مطر. كلام زي ده انتوا سمعتوا بشر عاقل بيقولوا؟ خليه عنده مسكة من دين، من ذرة من إيمان بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون.